مشروع موسيقي وغنائي سوري أسسته مجموعة فنانين سوريين يقيمون في بريطانيا بقيادة الموسيقي لؤي الحناوي بهدف تقديم الموسيقى السورية والأغاني التراثية التي تشتهر بها سوريا للجمهور في بريطانيا. الزميل بشار طلال التقى الفرقة الموسيقية السورية في لندن وعد لنا التقرير الآتي. بدأت الفكرة لما وصلوا مجموعة من الموسيقيين السوريين المحترفين كجزء من مشروع أكبر أوركسترا ووصلوا على أوروبا، وجزء منهم قرر أنه يستقر ببريطانيا، وتواصلنا وقررنا أنه نعمل شيء مع بعض، ووقتها ولد مشروع الأنسامبل السوري بلندن. الأنسامبل مكون من 6 عازفين واثنين مغنيين، مغني ومغنية، أو مختص بالموسيقى السورية تحديدا. أحلى شيء بالموسيقى أنه هي دائمة التطور، دائما بتقبل أي شيء جديد. فلما أنا جيت لهون صح لي فرصة عظيمة، اشتغلت مع مؤلف إنجليزي بأوركسترا كتير حلوة، كان عم بيألف طبعا موسيقى غربي بقوالب الغربية بالهارموني الغربي، وكان عم بيحط الآلات العربية لأنه يمكن لما سمع الآلات وأصواتها حبة، فكان حاطت سولويات صغيرة هيك بالقانون بالعود بالناي. حلو تبادل الخبرات والثقافات بالموسيقى. والنبي الله عذريني أن علي بحبيبي شغل لن رايحة ولا جاي. الحفلات اللي قمنا فيها بدأت ما كانت منتظمة بالبداية، بعدين لما انعرفت الفرقة شوي شوي، طبعا لحد صار لنا شيء سنة وثمان شهور صرنا عاملين أكثر من 24 حفلة، وهي الحفلة طبعا احتفالية سورية نحن إن الفخر إنه نكون مشاركين فيها. طبعا من سنتين كمان شاركنا بنفس هذا الموسم. الغناء بالنسبة لهذا المشروع هو جزء كتير كبير من المشروع، بحكم أنه هو اللي بيوصل التراث اللي بيتغنى عن طريق أغاني تراثية، الأغاني الحلبية الشامية من جميع أنحاء سوريا، بنحاول نقدمها بستايل نوعا ما جديد، بحكم يلي بيعرف الأغنية يضل مستمتع فيها، واللي ما بيعرفها يقدر يتواصل معها من أجانب أو أوروبيين. بالوقت الحالي أنا الأغاني اللي عم نغنيها هي أغاني من التراث. بالنسبة إلي رح يكون عندي وصلتين، وصلة حجاز ووصلة بياتي، وطبعا كلها من الأغاني التراثية. توجهت لنا دعوات من دول أوروبا، فممكن نحن وعن قريب إن شاء الله في يعني تور
بدول أوروبا لنقدم فيه الأغنية السورية بشكل خاص والأغنية العربية بشكل عام. ممكن نحن نطور فكرة مش بس على الأغنية السورية. وارد جدا تكبر أعضاء الفرقة كمان يكبروا، وارد جدا يكبر البرنامج، بس بنظلنا ضمن إطار أنه نحافظ على الأغنية السورية وتراث الأغنية العربية بشكل عام لتصل الرسالة بشكل جميل. مبدئيا الموسيقى اللي عم نقدمها هي بحفلات، مجموعة من الحفلات معتمدة على الموسيقى الشعبية والكلاسيكية السورية. بالمستقبل القريب عم نحضر فكرة ألبوم بيجمع أعمال لمؤلفين سوريين معاصرين، عم نتواصل معهم وعم نحضر لهذا التسجيل ألبوم قريبا إن شاء الله. Thank you very much.